الكوليسترول أكيد اسمه يخوف، خاصة أن ارتفاع مستوياته في الدم سبب أساسي لمرض القلب والشرايين، وهالأمراض تؤدي لحوالي 30% من الوفيات عالمياً. والإحصائيات تقول أن 56% من السكتات القلبية و 18% من السكتات الدماغية سبب ارتفاع الكوليسترول. ها؟ والمشكلة أنه ما له أي أعراض. أها. عشان شي لازم تسوون فحوصات دم دورية. الخطوة الأولى في الوقاية والعلاج هي الأكل الصحي، الأجبان والألبان قليلة الدسم، واستبدال الدهون المشبعة مثل السمن والزبدة بالغير مشبعة مثل زيت الزيتون وزيت الذرة، وبكل الأحوال الابتعاد عن القلي لصالح الشوي والسلق والبخار والخبز. أيضاً نختار اللحوم الخالية من الدهون أو أنك تطلب إزالة الدهون. وشو رأيك يا سعيد لو تأكل الدياي من غير جلد؟ الخطوة الثانية نشاط بدني منتظم، مو ضروري تروح للجيم ساعتين كل يوم، 30 دقيقة يومية من المشي السريع أو الركض تساعد في تخفيض الكوليسترول ولياقة الجسم. أكل صحي ونشاط، وعساكم دوم بصحة وسعادة.